اليوم انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الدورة العادية 32 للمجلس التنفيذي للاتحاد، والتي تنعقد بالعاصمة الإثيوبية تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات يوم 28 و29 من هذا الشهر. وبذلك سيصبح المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقي لولاية تمتد لعامين 2018-2020 قابلة للتجديد. وقد حصل المغرب المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا، حصل على 39 صوتا، علما بأن الثلثين الضروريين لهذا الانتخاب هو 36 صوتا. وتعليقا على انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن الإفريقي، معنا عبر الهاتف مباشرة الدكتور محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. دكتور بن حمو، أهلا بك. أهلا وسهلا لينا. دكتور، بداية، ما هي الدلالات الأولى لانتخاب المملكة المغربية عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقي؟ لها دلالات كبرى، فالمغرب حصل على هذا العضوية تمثيلا لمنطقة شمال إفريقيا، ونحن نعلم بأن الجزائر كان لها مرشح وسحبته في يعني في اليومين الأخيرين، عندما يعني كان لها يعني صورة كاملة على أن التصويت لن يكون لفائدتها وتفاديا للهزيمة. فحصول المغرب كذلك على هذا العدد من الأصوات وهو 39 صوت هو هام جدا، يؤكد بأن القوة المساندة للمغرب والراغبة في حضور المغرب داخل الاتحاد الإفريقي هي قوية جدا. ثم هي كذلك محطة أولى تؤكد بأن المغرب عازم على أن يلعب دوره كاملا داخل هيكل الاتحاد الإفريقي، وعازم كذلك إلى جانب دور التنموي ودور الاستثمار الذي يلعبه داخل القارة الإفريقية، أن يلعب دورا كبيرا كذلك في جانب الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية والسلم. دكتور بن حمو، ما هي الإضافة الاستراتيجية والسياسة السياسية التي يمكن أن يضيفها انتخاب المغرب ضمن هذا المجلس؟ لحضور المغرب ضمن هذا المجلس يعتبر قوة دفع جديدة بالنسبة لهذا المجلس، ويعتبر حضور المغرب كذلك سند كبير لهذا المجلس. نحن نعلم بأن هذا المجلس إضافة إلى القوة التي تكون دائما مهيئة للتدخل، والتي وإن كانت يعني غير قارة أو غير متواجدة بالاتحاد الإفريقي وتظل في بلدانها دائما على تأهب، المغرب يمكن أن يوفر يعني قوات في هذا الاتجاه، كما أنه يعني له قدرات كبيرة للتدخل والمساعدة لحل الكثير من النزاعات والصراعات، وله خبرة في الوساطة، وبالتالي نحن نعلم بأن هذا المجلس له دور كبير في مجال الأمن والاستقرار داخل، وله مكانة كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي، وله علاقات كذلك مع مجلس الأمن داخل الأمم المتحدة وغيرها. فبالتالي حضور المغرب هو قيمة إضافية كبيرة، سواء من ناحية الاستراتيجية أو السياسية أو الأمنية بالنسبة للمجلس الأمن الإفريقي وبالنسبة كذلك للقارة الإفريقية. الدكتور محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.